and measurements تبقى في عدد ازاي نحدد الـ performance parameters اللي هم الاربعة الاساسيين زائد الـ emissions وازاي نعمل عملية الـ measurements ليهم وبعد ما قسنا الكلام ده كله اتكلمنا على شكل الكيرفات بتاعة الـ engine performance parameters شكلها ازاي مع الـ operation مهم قوي ان نفهم الكيرفات كويس مع الاوبريشن شكلها عامل ازاي بنسميها كاركترستكس بتاعت الانجن بيرفورمانس وانتهينا من اخر حاجه ب حاجه اسمها بيرفورمانس ماب اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات اللي دي تجميعه لشكل الانجن كاركترستكس مع الاوبريشن شكلها عامل ازاي النهارده هنخش في شابتر جديد اسمه انجن مانجمنت سيستم بنتكلم على الانجن مانجمنت سيستم لاي اوتوموتيف سيستم سواء كان عربيه سكل سفينه وكيفر ايه قصه بقى الانجن مانجمنت سيستم طبعا زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت الانجن بيتكون من سيستمز مختلفه كتير جدا ولازم ادير او اعمل عمليه المانجمنت ليه الانجن ده بشكل efficient بحيث دايما لازم احقق اعلى performance واقل emission ويكون السيستم efficient طول الشغل بتاع الانجن ده طول الاوبريشن بتاع الانجن لازم يبقى متحقق كمان عشان يتم الكلام ده العمليه مش سهله خالص لازم يتعمل حاجه اسمها management system دي المين كومبوننت بتاعت الانجن مانجمنت سيستم طبعا كانوا زمان بيحاول يعمل الكلام ده ميكانيكالي طبعا ان هو يمانج السيستم ميكانيكالي ويكونترول السيستم ميكانيكالي دي عمليه صعبه جدا ومش افيشنت خالص ف بقت بتتم دلوقتي الكترونيكي الكلام ده طلع من بدايه الثمانينات ولا حاجه او الكونسبت بتاعها او اي انجن مانجمنت سيستم بيتكون من السيستم اللي انا شايفه قصادي ده الانجن اللي انا عايز اطوره واشغله بشكل افيشنت عند اي كونديشن شغال عند الانجن الانجن افيشنت في الوضعيه دي عشان يعمل الكلام ده بيعمل ايه يا جماعه عندي دايما في انبوت سنسورز وفي output actuated في signal داخل على الانجن داخل على البريك بتاع المانجمنت سيستم البريك اللي هو بنسميه الالكترونيك كنترولر الاي سي يو ده كنترولر كنترولر ده انا حاطط له انا اللي حاطط له داتا بتاع الانجن حاطط له كل الكيرفات اللي احنا شفناها وفاهم الانجن بتاع عشان يشتغل بشكل كويس عند اي كونديشن عنده الداتا بتاعته تمام؟ فبيعمل ايه؟ بياخد سيجنالز عمال سنسورز في كل حته في الانجن هتلاقي في سنسور بيقيس درجه حراره الاكزوست مثلا سنسور بيقيس السبيد بتاعت الكرانك شافت سنسور بيقيس الثروتل بوزيشن الزاويه بتاع فتحه الثروتل فالف اللي بيخش منها الهواء سنسور تاني بيقيس نسبه الاكسجين في الخروج في الاميشنز حاجه اسمها لامدا سنسور سنسور تاني بيسموه الماف بيقيس الماس فلويد ساعات بيقيس حاجه اسمها الماف او الماف الاثنين بيقيسوا ماس فلويد بتاع الهواء فعمال اقيس كل حاجه في الانجن كل ما تتخيله درجات حراره ضغوط ماس فلويد سبيد بتاع كرام شافت بوزيشن بتاع ثروتل او بوزيشن بتاع كام شافت حتى بيقيسه بيقيس الانجل بتاعته قد ايه ويعمل ايه يا جماعه؟ يروح يعمل ايه دي كلها اللي جايبها دي؟ يروح يوديها للكنترولر. ايه يعمل ايه الكنترولر دلوقتي؟ هيفهم الاوبريشن الانجن ده شغال عند اي وضعيه. عند اي سبيد، ثيرد بوزيشن كميه الهواء قد ايه؟ الانجل بتاعت الكام شافت قد ايه؟ الفالف مفتوح مقفول، كل حاجه قاريها كويس، ويعمل ايه يا جماعه؟ يخش بالكونديشن ده على حاجه اسمها اسمها ايه بقى يا جماعه؟ اسمها انجن ماب. ماب عنده ماب خريطه. عنده ماب تيبلز شوفها دلوقتي جداول
الجداول دي هترجمت الكيرفات بتاعته، ويقدر في الاخر يعمل ايه يا جماعه؟ يقدر يحقق الاوبتيمال كونديشنز من ناحيه الباور او التور، من ناحيه الاميشنز اقل حاجه، من ناحيه الافشنسي شوف احسن وضع اشتغل عنده ايه. ويعمل بقى يا جماعه؟ طب عرفت احسن وضع، هنعمل ايه على احسن وضع ده؟ مع السيجنال بقى روح قول الانجكتور رش كميه الفول تتناسب معايا يا جماعه مع احسن وضع. روح قول للسبارك بلاك ابعت له سيجنال يدي اكميشن في التايمنج المظبوط بتاعه، زي ما ان شاء الله هتعمله مع الجزء الثاني مع الدكتور رح. هنتكلم في التنظيم في السبارك، وهتعرف ان السبارك تايمنج مش ثابت، ساعات بتدي سبارك متاخر وساعات بتدي سبارك بدري، ده بيأثر في شكل الانجن بيرفورمس. طب وليه بديل لبدل اخر؟ على حسب الاوبريشن، عند سبيد قليله بتجيب شكل، وعند سبيد عاليه بتجيب شكل ثاني، مش ثابت سبارك تايمنج مش ثابت. فبالتالي كل البرفورمانس الاوبتيمال اللي هقدر احققه هيترجم فيها يا جماعه ان هو هيبعت اوت اوف سيجنال اكتويترز، سواء بتكلم على انجكشن تايمنج، بتكلم على يعني كميه فول هشتغل قد ايه، بتكلم على ادميشن، بتكلم على حاجه اسمها الاي جي ار، سمعتوا عنها ما اعرفش ولا لا، اي جي ار ده بيسموها اكسبوز جاز سيركيليشن، في بعض الحالات في البنزين او في الديزل اكتر كمان باخد جزء من الاكسهوز واعمل ايه يا جماعه؟ ادخله مع الانجن تاني، ادخله مع الهواء والفول، ادخله مع الاليت تشارج. عارفين بنعمل كده ليه يا جماعه؟ بنعمل كده ليه؟ الاي جي ار ده مشهور جدا، الاي جي ار، الاي جي ار ده الانجن بنقلل النار شويه اهو، وده الاكسهوز فالف، ده الاكسهوز فالف، وده الانتيك فالف. يجي يعمل ايه يا جماعه؟ يجي في الفالف الاكسوس وهو خارج من هنا، يعمل ايه يا جماعه؟ يخرج الاكسوس ويعمل ريسيركيليشن لجزء تاني يدخله مع الهواء والفلويد، ده بنسميه نسبه اسمها اي جي ار، بعمل ريسيركيليشن لجزء من الايه؟ من الاكسوس اللي انا كنت هعمله. بتتراوح قيمه دي من 5 ل 20% اقصى حاجه. ليه بنعمل كده؟ عشان عايز اقلل النقص، لو نقص. طب يقلل النقص ازاي؟ لما بدخل شويه اكسبوست مع الهواء فوق ده بيبرد التفاعل. والنقص ده معروف ان هو بيطلع فين يا جماعه؟ عند درجات حراره عاليه. طب واحد يزود اي جي ار قوي برضه مش هيحصل كومبشن. طب قلل اي جي ار قوي ايه اللي هيحصل؟ برضه النقص هيبقى زياده. فاحنا في النهايه يا جماعه بنتعامل معاه بشكل ايه؟ بشكل افيشنت. انا عايز ابرر التفاعل بس مش يطفي، مش عايز الفريم يطفي، يا دوب تبريد بس الهيت طلع وكل حاجه طلع، بس اقلل درجه حراره الاكسوس بحيث نسبه النقص ان انا يا جماعه. فعندي فالف بنسميه الاي جي ار فالف ده اوتبوت اكويتر، اروح اقول له هنا في فالف يعمل باي باسنج جزء من الاكسوس كله، لا يبقى كله بيخرج او بيخرج 95 او 93 او 95 وات ايفر يعني، وفي جزء بيعمل باي باسنج. فالفالف ده بديله اوتبوت سيجمنت على حسب ايه؟ قال النقص عالي ولا قليل، واقعد ايه اتحكم في الكميه. المهم فالسيستم ده كله على بعضه بنسميه يا جماعه بنسميه الانجن مانجمنت سيستم. زي ما اتفقنا هدفه ايه؟ بيعمل عمليه كنترول السيستم. ليه بيعمل كنترول؟ عشان نوبتمايز الانجن اوبريشن. دايما عند اي اوبريشن لازم احقق اعلى تورك اقل كميشنز واكثر افشنس. الثلاث حاجات اللي احنا ايه اللي احنا متعلمينه من الدكتور بتاعنا. نعم. لما بنجيب من الاكزوست ونرجعه تاني دوت بيقلل حراره ال توصل بيه مثلا حراره الاكزوست نفسه اللي خارج بره؟ مش دعوه اللي خارج بره، ليها دعوه بالانجن. هو ازاي الاكزوست بيقلل ده؟ الانجن جوه هنا. من جوه السلندر كده. ازاي بيقلل درجه الحراره هنا؟ بيقلل افشنسي فبيقلل. بيقطع الاحتراق. وحاطط ايه دلوقتي؟ حاطط حاجات نار كومبرسر. ايه اللي يحصل؟ بتعمل حاجه اسمها ميلوش في الحريق للتفاعل. بره الدرجه حاطه بس مش عارف. معايا ولا ايه؟ واخده؟ معاك؟ بتعمل حاجه اسمها ميلوش للتفاعل. هو كده مش هياخد جزء من السبولينج بتاع السبولينج. اه بياخد جزء فعلا وفي جزء ريزيرف الموجود. بالظبط. بس هعمل ايه؟ مضطر عشان النقص. دي مشاكل. ويعمل ايه كمان؟ بيقلل ايه؟ طب ما انت بتدخل اكسوس سخنين، لما
بعض حتى لو تعرف ان هو نسبه جامد قوي بسبب الفيز انجن عشان الكومبريشن مش عالي بس في شويه كبيره بيعملوا كولي بيطوي بقى الاكزوست ففي مشاكل بس انا مطالب ايه اللي فيه مطالب في النقص معايا يا جماعه مفيش حلول دايما كده مميزه في العالم مش عايز اقعد اصلا لو مش نقص مش عايز اعمل معايا ولا يا جماعه يعني هو في مشاكل برضه معانا بس انا مطالب عشان مواضيع النقص بتاعتي تعالى نكمل نقسم بقى الكومبوننتس او المين اي ام اس باختصار كلمه انرجي مانجمنت سيستم نتكلم على السيستم نتكلم اول حاجه على السيستم بتاع الانتيك زي ما قلنا من شويه الانتيك سيستم لازم فيه زي ما احنا بنشوف كده اصلا في الرسمه اللي وصلنا ده السيستم بتاع الهواء اللي هو بيخرج ازاي الهواء جاي الاول معدي على الاير كلينر عشان يشيل اي تيوب او اي حاجه منه بعد كده معدي يا جماعه ساعات اشتغل بالماف سنسور يسموه ماس اير فلو ريت او واحد اسمه الماف سنسور سوري يا جماعه مانيفولد ابسوليوت بريشر بدل ايه كده بيس ايه؟ بتقيس ماس فلو ريت دايركت فلو ميتر عادي خالص بيقيس بيه ماس فلو ريت بقيسه فين؟ بقيسه قبل ما يعطي على الثرودر فالف تمام؟ اما ده بيقيس فين يا جماعه؟ بيقيس المانيفولد بريشر بيقيس الضغط بتاع المانيفولد طب ايه لما اقيس الضغط بتاع ايه يا جماعه؟ لو عارف الضغط وعارف درجه الحراره اقدر احسب الدنسيتي واحسب ايه يا جماعه؟ واحسب الماس فلويد بطريقه انفاليد ما بقصوش ده وساعات بحط الاثنين سيرس مع بعض وهي كده مع بعض ده وده مع بعض يخش الهواء عايزه ده الثرود الفالف الثرود الفالف اللي بيتحكم في كميه الهواء كتير او قليل وده اللي بيأثر ان انت بتزود الباور او تقللها وبعد كده هنا ده الانتيك خلاص داخل بقى ويعدي على المنفط وبعد كده فين يا جماعه يخش على الانجن بتاعه طبعا في فرق بين مشهور جدا بيسموه اي اس سي في اختصار لكلمه ايدلينج سنسور كيوميليتيف فالف ده بيسموه ايدلينج سنسور ايه الايدلينج سنسور يعني يا جماعه الايدلينج سنسور ده انت في الوضع بتاع ثروت البادي لما تبقى مش دايس على الدواسه بتاعه البنزين هي ثلاث دواسه اشاره من دول صح ولا يا جماعه؟ وشايف بقى مع الدواسه محرك بس ايه مش يا جماعه؟ شكلها طبعا احنا معناه ان الثروت البادي مقفول طب مفيش هواء داخل الهواء جاي منين يا جماعه؟ عندي حاجه اسمها ايدلينج فالف ايدلينج يعني الانجن از رانينج بات نو لود رانينج عند اقل لود ده بيسموه اللوست لود اللي شغال عندي ماشي اقل لود كده دلوقتي كده خالص فدي يعني يا جماعه ده ايدل فالف بسيط جدا بيخلي الهواء يعمل باي باسنج ويعدي من حوالين يا جماعه يعدي من حوالين الثروتل فالف تمام فده برضه فالف مهم جدا زمان في العربيات القديمه كان بيسموه كده في مسمار بيتلعب فيه كده بتاع الهواء اللي احنا بنسمعه الهواء بتاع السنسيه ده العربيه وانت ماشي كده ببطيء يا اما العربيه بتبطل منك او تسحب بنزين قوي عشان ما تبطلش ما هو ايه فاتح شويه وايه مزود الصوت الباف فتخش كتير قوي ده طريقه ميكانيكي طبعا حللنا الموضوع ده ان احنا الكترونيكالي الباف بيتحكم في كميه الهواء حتى لو الصوت الباف مقفول عند وضع ايه يا جماعه؟ وضع الميه تمام؟ ومريد يبقى خلاص يبقى ده التحكم اللي بيتم عمليه الانجن مانجمنت بالنسبه للانتيك سيستم ومريد هنا شكل السنسور ده عامل ازاي؟ وريك انا ده الاير كلينر وريك الماف سنسور، الماف سنسور ده الثرود البادي اللي هو الثرود الفاط بتاعك وده ايه الحته بتاعت الايه الانتيك سيستم بشكل عام. نفس الكلام نفس الصوره دي وريها لك. هنا بيتكلم على السيستم بتاع الهواء لوحده. شفنا فيه ثلاثه فاط، شفنا الماف والماف والاي اس سي في. طيب بالنسبه للفلويد الفول سيستم نفس الكلام فول جاي من بام طبعا جاي اساسا من تانك موجود بقى وعربيات فيش خالص لو بنتكلم في عربيات في ديز انجن موجود في مكان تاني وات ايفر يعني وبعد كده في بام بتعمل حاجه اسمها ترانسفير للفول بايب بتاع كله التفاصيل دي كلها وبعد كده لازم يكون على الفيول سيستم حاجه اسمها يا جماعه بريشر ريجليتر ايه البريشر ريجليتر يا جماعه؟ خلي
الضغط دايما ثابت. كل البايبنج سيستم بتاع الفلو انجكشن سيستم لازم يكون البريشر ميتين ثابت. اي فلكتويشنز في البريشر يحصل يا جماعه، يحصل فلكتويشنز في كميه الانجكشن. تلاقي العربيه كده بتنتش منك او فيها مشاكل، تدي فلو كتير وفي الرايت العربيه مش سموث بريشر خالص. ده بنسميه البريشر ريجليتور. زي المهصل كده بتاع الغاز اللي في الانابيب، ده بريشر ريجليتور برضه، تمام؟ في الفرام عادي خالص. وبعد كده في الفلويد فلتر. وبعد كده فين يا جماعه؟ المفروض الفلويد دايما فين؟ يروح على الانجكتور. مين اللي بيبعت له السيجنال عشان يرش كميه فلويد معينه؟ الكنترول يونت اللي هو الاي سي يو اللي احنا شفناه هنا. الاي سي يو ده بنعرفه كده، هو ده البريل بتاع الانجن مانجمنت سيستم، ده الكنترول هو اللي بيجيب الاوتبوت سيجنال يقول له والله بما ان بقى شاف هو الام ان تي سيستم شكله عامل ازاي، وقايس كميات الهواء وقايس السبيد وقايس كل حاجه في الانجن، فاحنا خلاص يا جماعه واخد قرار هيرش كميه فلويد معينه تتناسب على وضعيه الشغاله عندها الانجن في الوضع ده. فيبقى ايه؟ هياخد السيجنال ويروح فين؟ يقول للانجكتور ده افتح تايم كبير او تايم قليل عشان تدخل كميه فلويد كبيره او كميه فلويد يا جماعه قليله. وفي حاجه اسمها بالسيشن دامبر، فكرته زي الفكره فيها البريشر ريجليتور عشان فتح وقفل الفالف بتاع الانجكتور ده يا جماعه بيعمل برضه فلكتويشنز. لازم يا جماعه تمتص الايه؟ البالسيشن نتيجه الفتح والقفل بتاع الايه؟ بتاع الفالف. تمام؟ يبقى ده الفلويد سيستم. اتكلمنا على الاير سيستم، اتكلمنا على الفلويد سيستم. في الاجنيشن سيستم برضه هيبيع يا جماعه الكنترول اللي هيعمل ايه دلوقتي؟ اهو زي ما احنا قلنا من شويه التايمنج بتاع السبارك ده مش ثابت. لما كنا بنرسم الاسبوع اللي فات رسمنا السايكل بتاعتك على ان قلنا ده الكوبل سنتر وده الكوبل سنتر، وقسمنا كده يا جماعه قلنا اول لفه التيك، تاني لفة كومبريشن، ثالث لفة اكسبانشن، رابع لفة أو رابع نص لفة يعني اكسوس. الكومبريشن ده يا جماعة هنا ده ما بيحصلش عنده، زي ما المفروض ابتدى الكومبريشن وبعد كده الكومبريشن بياخد زاوية معينة، بياخد جزء من نهاية الكومبريشن وجزء من بداية الاكسبانشن. ده بنسميه الكومبشن كيرف بتاعته. يعني بينجح من 50 ل 70 دقيقة مثلا. بنتحكم فيه. ساعات تلبس سبارك عند انجل معينة. ساعات تلبيها عند انجل بدري، ساعات تلبيها عند انجل متأخرة، كل ده يعمل يا جماعة في الأوبريشن. مش ثابتة السبارك تايب، بيتغير. لغاية حتة كتيرة جدا. مش مهم التفاصيل دلوقتي عشان هنتكلم فيه قدام إن شاء الله. طب مين اللي بيعمل كنترول دي؟ فلازم هنا في انبوت سيجنال اسلوب الكام شافت بوزيشن السيتا بتاعتك قد ايه بالظبط، الكام شافت بوزيشن عشان يعرف الفضاء مفتوحه ولا مقفوله، شوف الكلام ده كله برضه مهمه. وفي حاجه اسمها النق سنسور، السنسور مهم جدا. طب افرض ان مش بيعمل نق يبقى في مشكله في عمليه الكومباشن، يبقى الكومباشن كده مبطل قوي في السبارك تايم، ساعات بنبطل قوي السبارك تايم فيحس النق قال لا ما بقدرش كفايه كده تبطيل، هتعمل يعني حاجه بتاعتها متاخره شهر. هنعرف ان انت بتبطيل تعمل حاجه اسمها ادفانسنج السبارك او بتاخر بتعمل ريتاردنج السبارك او متاخرها قوي، سوري بتاخرها قوي، بيحصل نقيض. يعني انت الزاويه دي بدايه الانيشن دي لو خليتها بدري بزياده قوي يحصل يا جماعه بيحصل نقيض في الانيشن سيرفس. فلازم في عندي سنسور بيديتكت النقط عشان لو طيب اللي انت اشتغلت عليه ده عمل نوتنج يروح يقول يا جماعه لا كفايه او ما بقدرش اكتر من كده اتاخر شويه، ارجع ايه؟ ارجع لقدام شويه. تمام؟ اصل احنا كل السيجنالز دي هتروح على الكنترول يونت فيبعت السيجنال بتاعته للاجنيشن. كل ده اللي عرفناه زمان ايه يا جماعه؟ ده بيدي يا جماعه؟ ده اللي بيدي الهاي فولتج. طب مين اللي هيدي السبارك؟ اللي هيدي السبارك ده ايه؟ سبارك فلاي. السيستم ده كله هو ده الايجنيشن كويل اللي هو المبينه اللي احنا سمعنا عنها المره اللي فاتت.
تمام؟ وما فيش خلاص دلوقتي في الاجنيشن سيستمز حاجه اسمها سيركوت الخاص. وبينا كده على طول متوصله على طول كده في السبارك بلاك. كل سبارك بلاك ليه الاجنيشن كويل بتاعه، بس عارف مش واحد، اكتر واحد كده. تمام؟ يبقى ده الفكره بتاعت الاجنيشن سيستم. طيب مهم قوي برضه. طب انت حققت كميات الهواء، حققت كميات الفويل، حققت التايمنج. مهم يا جماعه حته الاميشنز بقى، صح ولا لا يا جماعه؟ عايزين نشوف الاميشنز اللي طالعه دي، في سي او عالي، في سي او قليل، مفيش سي او اصلا، في نص عالي، في نص قليل. فلازم يا جماعه لازم اعمل الاير فويل ريشيو في الباك سيستم ده اللي احنا شايفينه وسط. تمام؟ يبقى هو ايه في السيستم ده عنده؟ ده الكنترولر. في حاجه اسمها اللاندا سنسور. ايه اللاندا سنسور ده؟ شفناه زمان في الاكسوس سيستم اللي كنا قلنا عليه، موجود لما شرحنا في بدايه المحاضره الاكسوس سيستم الفيديو بتاعها، كان الاكسوس وهو خارج قبل ما يخش على الكاتاليتيك كونفرتر، كان في يا جماعه في حاجه اسمها اللاندا سنسور حاطط. بيعمل ايه اللاندا سنسور ده؟ بيقيس نسبه الاكسجين في الاكسوس. لو في اكسجين عالي بقى معاك، في نسبه اكسجين معين، ده اللقطه اللي احنا بندرسها. طب ما فيش اكسجين للنايم؟ لو يبقى اللقطه سنسور ده بيروح موجود قبل ما يخش على الكتاليت الكونفرتر، الاكسوس واحد يروح يقيس الاكسجين موجود في الكروتكس قد ايه؟ في مادة الحيوان ويجيبها. عشان نعمل ايه يا جماعه؟ عشان نقول والله انت دي ولا ريتش بيحقق الكونديشن. طب انت دخلت هواء، دخلت فيول، مين اللي هيقول الريتش دي ولا ريتش ولا الميشنز كتير ولا قليله؟ يبقى لازم السنسور يبقى ده بنسميه اللامدا سنسور موجود في الاكسوس اهو، بعد الحب بتاع الاكسوس هنخش على اللامدا سنسور يميجر كميه الاكسجين قد ايه في الاكسوس جاز. وايه بعد يا جماعه؟ يبعت الايه بقى؟ يبعت كمية الأوكسجين بتاعت عشان الكنترول. يا جماعة تبص بقى، شوف المشكلة في الهواء الزيادة، الفول الزيادة، لا ده كمية الأوكسجين، لا ده الإكنيشن كان بدري قوي، أو الإكنيشن كان متأخر قوي ساعتها، أو الإكنيشن متأخر قوي لسه يا جماعة. مش كل الفول هتحرق، بلاش. خلاص؟ فبالتالي هيروح يراجع على كل الكلام اللي هو شايفه، يراجع على الستوب بايل اللي هو بتاع الإكنيشن، يراجع على الإنجكتور كمية الفول، يراجع على كمية الهواء، يراجع على دي شهر، يراجع على دي شهر فردها وقت عشان النقص. يراجع على كل الكلام ده كله، وفي الآخر يا جماعة بنقيسه، بيعمل فيدباك. هو بيقيس هواء وفول، ويعمل يا جماعة لازم نبعت في سنسور كده يديله فيدباك عشان يعرف النسبة دي كويسة ولا زيادة ولا لا، ودايما عمال إيه؟ عمال الفيدباك في الكنترول سيستم ده شغال على طول طول. مش اوريدي قايس قبل كده الماس فلويد بتاع الهواء والماس فلويد بتاع الفيلد، هو ما عارف الاس فلويد ريش بتاع الرينج كام. لازم اشيك من عمليه الحديثة في نفسه. ساعات انت بتدي هواء وفيلد ما بيحصلش ميس كويس، ما بيحصلش نص، بتدي هواء زياده قوي وتلاقي الفيلد ما اتحرقش. مش شرط. صح؟ لازم اعمل فيدباك اللي انا عامله، لازم اطمن ان انا عامله صح. بتبعت سيجنال كده للتكييف ويقول له الصوت بيطلع 20 بس لازم في فيدباك سيجنال كده، وصل ولا ما وصلهاش؟ صح ولا ايه؟ عشان اتاكد ان هو وصل لي، مش معناه ان هو بعت سيجنال كده ان هو لا، وارد قوي ان اي ظروف كومبشن ما تبقاش افيشنت فبيرضوا بيطلع بيوتكس، يبقى انا ابص ايه المشكله؟ وارد ما يكونش ده وده ويكون الاجنيشن ذات نفسه، عشان كده بيراجع على كل الحاجات اللي بتاثر على النسب بتاعت الايه؟ بتاعت الاكسوس عشان يطلع مشكله فيه. يظبط الموضوع بتاع تمام؟ طيب احنا عاملين نكبر كل شوية، اتكلمنا على الهواء، اتكلمنا على الفيوبل، اتكلمنا على الإيجنيشن، اتكلمنا على الإير فول ريشيو، ولخص ليهم كله إن في سنسورز كتيرة بقى بشكل عام بتقيس كل حاجة، وفي كنترولر بقى اللي هي يا جماعة عمال يطلع كل الداتا دي كلها، ويروح يا جماعة يحط يترجم بقى الداتا دي يحطها جنب بعضيها كده. اشتغل شغل الروتات بتاعته هيعمل ايه؟ ويبعت اكوردنج للاوبتيمال او اوبتمايزد اوبريشن، يبعت الايه؟ الاوتبوت سيجنال سواء
تايمينج بتاع سبارك كميات فلويد كميات اي وتبع اي شيء الفاف اي حاجه سوبر بوزيشن اي حاجه تاثر على البرفورمانس يبتدي يشتغل عليها وبعد لها سيجنال يتحقق الاوبتيمم اوبريشن قد ايه. ممكن يتحكم في الكم لا الكم شرطه مش اكتويتد سيجنال بس سنسور. لا بيعملوا حاجه ثانيه في حاجه اسمها الفايبر باث تايم ده حاجه ثانيه خالص. السيستم بتاع الانتيك سيستم بيفتح وشفنا الانتيك والاكزوست بيفتح عند زوايا انتريتيكال نظريه اكشولي لا زي ما قلت في الوقت اللي فات الانتيك يفتحوا بدري ويقفلوا متاخر والاكزوست فالف يفتحوا برضه بدري ويقفلوا متاخر والزوايا دي مش ثابته بتتغير كل شهر. فبنعمل كنترول بس على فتح وقفل الفالف ده اسمه فايبر فالف تايم. ده بتكلم هنا على انجن مانجمنت سيستم بيحس انه يعمل ايه بيقيس اذا كان في نقص ولا لا عشان يعمل ايه
عشان يأثر في حته بيأثر الكرانك انجن بتاع السبارك. لا نشوف هنا في الجوشين بتاع موجود اهو وده برضه متوصل بالكنترول فده هو باين اهو البروسيس. عندي الكرانك شافت بوزيشن سنسور بيقيس الكرانك شافت عشان ايه يا جماعه؟ يقيس الزاويه عند كل سيده بكام؟ سيده ب 0 سيده ب 90 سيده ب 130 كل سيده كده لازم الكنترول عارف عند كل نقطه سيده بكام؟ لازم ده مين انبوت بالنسبه لده عامل انبوت عندي معايا ده الديك ولا كومبريشن ولا تايمنج ولا بعمل ايه هنا بالظبط؟ لازم اقيس الانكل بتاعته قد ايه؟ يبقى ده الكرانك شافت بوزيشن سنسور. بيتكلم هنا بقى يا جماعه الحته دي لو بنتكلم على دي سماش بقول الاي جي ار بيفرز ازاي ومش هاخد الاكسوس ده ماتش انت رجلك من على وسطك هي عايزها اير بس انت قافل الايد ده حاجه بس باي باص بالظبط طبعا الاكسوس دي مش هينفع بقى اير بس اير بس ايه المشكله ما اقدرش اعمل ما اقدرش على الاكسوس او دي على كده ايه اكسشنج بسيط يتبرد في الهواء الجو معايا خالص ما اقدرش اعملها ما خلناش دكتور التكسشن على السلم بص انا بتعمل بس يعني لو بيتكلم في مالتي بوينت انجكشن مالتي بوينت دي يعني يا جماعه الفور هنا فين؟ قبل الانتيك فالف وبيحصل بترش الفور مش كده لازم ضغط عالي عشان الفيول ما يا جماعه يحصل عليه اوتوميزيشن والايفابوريشن سريع ويتخلط مع الهواء. طب ده ده اصعب من كده. ده الهرش فين يا جماعه؟ في قلبه زي الكيس الفيول. طب واحد يقول لي هيحصل الكيس الفيول هيحصل جوه ده اللي انا عايزه. هو تاني يا جماعه مش اول حاجه الهواء ده الانتيك باف خد الانتيك باف الهواء داخل من هنا وبيعمل انتيك وهو بيعمل الانتيك رش رش بينشكل عندك انتيك يحصل ميكسنج وعندك كونفيشن يحصل فيه ميكسنج صح ولا لا؟ الكونفيشن ده هو الموضوع كله والضغط بقى شغال وشكل بقى الديزاين بتاع الكومبشن شمبر الكلام اللي احنا قلناه كل ده يا جماعه بعمل الكلام ده كله ليه؟ لو اشتغل جي دي اي ما ينفعش اعمل شكل الشمبر بالشكل ده مفيش وقت ان يحصل عمليه الميكسنج غير اللي هو فوق لازم احسن السوالف واحسن الكلام ده فوق صح ولا يا جماعه؟ يبقى الشيتس اللي احنا شفناها زمان في شكل كوباشر شيمبر في الكلام ده كله تمام؟ بس ده في الديزل بس صح؟ لا 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 مين اللي لسه مش هتفهم نص على احنا عشان الديزل ده هنا في ينفع ايه الديزل؟ بس ده في الديزل بس صح؟ ليه؟ انجكشن بس لا لا ده في ديزل؟ لا اي حاجه هو هوا بس هنا هوا فيه هوا ده سبارك مثلا لو ديزل احنا عارفين سبارك مش انجن شغاله حاجه اسمها جي تي ار جازولين دايركت انشكشن بتعمل دايركت انشكشن بنزين شديد المفروض خلاص كل دلوقتي 90% او 95% من كل الانشنز دلوقتي كلها شديد كلها بس انا كده قلل النقطه صح؟ مش ينفع كده قلل النقطه مش هنسيب قلل النقطه برضه صح؟ قلل ايه؟ النقطه ايه النقطه ايه؟ النقطه لا هو مش عارف عشان النقطه مش مجرد تفصيلها في تفصيل مش عارف عشان صدرك ايه طيب يعني مش عارف حاجه اسمها الترا دي كومبشن عشان نعمل حاجه اسمها عشان ايميشنز وعشان افشنسي حاجه اسمها الترا دي كومبشن عشان دي ام طيب مش مهم تفصيلها دي دلوقتي ايه تمام بس على سمعت سؤال بساله الفيول انجكشن الهواء هيخش ازاي مع الفول طيب ده السكه بتاعت الزوز ده النوع سنسور زي ما شفنا عامل هنا يا جماعه اهو ده النمبر سنسور اهو في اكزوست هيبعت سيجنال للكنترول يونت يقول له والله انت حققت جبت شويه هواء فيول وظبط الكنترول كيميائي منهم بس انا عايز اطلع الكومبشن بقى ممكن يكون الميكس مش هاوي او حصل اي مشكله ما عايز اعرف المشكله فين فلازم يقيس الاوكسجين ده هنا بقى قصه بتحصل في الجيز الانجن بس مش
مش موجوده في الايه؟ في السبارك ايجنيشن. في السبارك ايجنيشن انجن بيبقى حاجه اسمها كاتاليتيك كونفرتر، بس الثلاثه شفناها فاكرينه؟ كان في حاجه اسمها كاتاليتيك كونفرتر. اللي فيها ايه كاتاليتيك كونفرتر ده؟ بقول لك في حاجه اسمها ثري واي كاتاليتيك كونفرتر. كنا زمان هنعمل جزء هنعمل جزء اخر اللي انا بقول عشان الناس تبقى مركزه معايا. بيتخلص من نسبة السود اسمه ديزل بارتيكل فيلتر. بيعمل ايه يا جماعه؟ بيحبس الفلتر، بيحبس السود. طب ايه السود ده يا جماعه؟ بيستخدموا حاجه اسمها نوع من انواع البارتيكل ماترز اثناء حريق الديزل فويل اللي هو بيبقى حريق ديفيوجن فليم. مش هنخش في تفاصيل بقى الكومبشن بتاعته، بيبقى حريق ركن معين والهواء داخل بشكل معين، ففي جزء من الفويل ما بيتحرقش بشكل كويس خلاص، فبيطلع حاجه اسمها سود بارتيكل صغيره كده. ويحصل لها يا جماعه الليجوميشن، يحصل لها تضارب مع بعض، تركب وتضارب تطلع حاجه اسمها السوق، تطلع حاجه اسمها السوق. يعمل ايه الفلتر ده يا جماعه؟ يحبسها. طب ايه اللي يحصل لما يحبسها؟ بعد شويه يحصل تتسد. طب هيعمل ايه بعد كده؟ بعد ما توصل لليفل معين يحصل يا جماعه؟ يحرق البارتيكلز، يحرق السوق ده، يبعت شويه فويل تاني، يجيك شويه فويل صغيرين ويعمل ايه يا جماعه؟ يولع فيه، فيتخلص من كل السود. السود زي ما قلنا يا جماعه هو unburned hydrocarbon، يتحرق ويخلص ويعملوا حاجه اسمها regeneration، يرجعوا لنا دي تاني. كل شويه يحصل فيها جو، فلتر طبعا ده فلتر معمول بالسيراميك كوكيرتس، مش معمول مش فلتر يعني ماشي حاجه، يحرق قلب الديزل بتاع الفلتر ده عشان يعمل يا جماعه يتخلص من ايه؟ من اي سود موجود ويعملوا حاجه اسمها regeneration، يرجعوا تاني نفس الحاله الايه؟ هو ما فيش خالص يروح فين بعد كده؟ يروح على المفلر ويخرج الايه؟ يخرج عشان يشيل النويز نتيجه البلسيشن بتاع الاكسوز بار. ده شكله الدايجرام، ده شكله كسيجنالز بقى. دي انبوت سيجنالز اللي احنا شفناها، السنسورز اللي بتقيسوا كل حاجه تمام، ودي الاوتبوت الاكتويترز، وده اللي هي يا جماعه الكنترول يونت بتاعك. وايه بقى الكلام اللي احنا ايه؟ اللي احنا شفناه تمام. قبل ما نشوف الكلام ده كله في فيديو كده بسيط بصوا عليه كده. طبعا يعني لما تيجي تتكلم في الانجن مانجمنت سيستم مش هنعمل بتاع الحق، بس مفيش غير شركه بوش هي الوحيده اللي شغاله في القصه. كل السنسورز والاكتويترز والكنترولرز هم الحته دي بتاعتهم، كل الشغل ده بيتم على الكوكب بيعملوا كل الانجن بتاع العربيات.
فوق بقيت ثلاث ايام عايز خالص انا عايز اشتغل على تحقق النقطة اللي تديك أحسن شطرة من أحسن طرق من
وبتاخد احسن ايميشن، هتاخد شويه ضغط معقول وشويه ايميشنز برضه ايه مش وحشه او مش كويسه قوي، بس في الاخر ايه دي اوبتمايز كونديشن شغال عندها كتير. فهي بقيه العمليه اللي بتتم بسرعه بطريقه الجراف وبيتحط بقى يا جماعه كذا ماب، في ماب بيسموها ايميشن ماب دي بتاعت يا جماعه البي تي خايفه المصروف جدول خلاص. وعامل ايه يا جماعه؟ هنشوف الجدول ده عامل ازاي دلوقتي، بيعمله ازاي؟ ده بتاع الاجنيشن، ده بتاع الاجيكشن، وده حاجه اسمها يا جماعه الدرايفر تورك مان. انت في موضوع كله انت ايه عايز تشغل الانجن ازاي؟ بيسموها الدرايفر تورك مان، عايز تطلع فوق كتير تورك قليل، عايز تطلع كوبري ينزل كوبري يطلع منطقه عاليه وتلف دوران، الكوبريشن بتاع شكله عامل ازاي؟ وتبتدي يا جماعه تجمع ده مع ده مع ده مع كل ده، تحطه دي فين يا جماعه؟ في الكنترولر مع السيجمنتس اللي بيقيسها، وتبتدي في الاخر يا جماعه يديك الايه؟ الاوبتيمم او الاوبتمايز اوبريشن اللي يحقق كل الكلام ده كله مع بعض. ففي فيديو كده بسيط عايز دي المابنج بسيط خالص، ابسط مابنج ان انت بتتحكم في التوازن، تحط الفالف تدوس على البادل توازن بتاع البنزين فيفتح ويقفل سلوت الفالف ويبتدي يغير الريليشن بتاع الانجن. صح كده؟ تمام كده. تاني بيسموه الدرايفر تورك مان، بيعمل ايه يا جماعه؟ بتبع سيجنال يبقى هو قايس السلوت بوزيشن قد ايه، تمام؟ عارفها وعارف السبيد بتاعت الانجن قد ايه، تمام؟ ويبتدي في الاخر يا جماعه يطلع التورك اللي عايزه اللي الانجن فيه الوضعيه. هذا التيبل بتاع الماب بتاعتك بيشوف واي مع اكس ويبتدي يحقق الكونديشن تديك الوضعيه. هنشوف دلوقتي شكلها عامل ازاي، هيوضحها لك شويه. هذا التورك ماب اللي هو بيسموها درايفر تورك ماب، ده ابسط انواع الماكس. طبعا احنا مش هنعرف الماكس كده ليه؟ بنعمل ايه هنا؟ هو بيقيس الـ RPM، بيقيس السيركل بوزيشن، وبيدي في الآخر يا جماعة يديك التورك. أنهي تورك بقى؟ أنهي تورك؟ أنهي تورك يا جماعة؟ التورك الأوبتيمال بيحقق الكونديشن اللي بيحقق دلوقتي عندك. يعني إيه السيركل بوزيشن؟ يعني كمية هواء معينة. طبعا وعن سبيد معينة. لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنا قلنا حاجة اسمها برفورمانس مان، وقلنا كذا نقطة ممكن الباور بتاعتك تختلف من جراف لجراف، هي نفس الباور بس تدي تشتغل عن تورك وسبيد بشكل معين تبقى افيشنت، وتشتغل عن تورك وسبيد تاني خالص مش افيشنت بقى. فهنا خلاص انت عارف كمية الهواء قد ايه وعايز السبيد بتاعتك، وتبتدي تشتغل ايه يا جماعة؟ تشتغل على الماب اللي موجودة، الكيرفات اللي انت رسمتها. طبعا انت هتعمل ايه في الأول خالص؟ بنعمل ايه في الانجن؟ أول ما بنصنع الانجن نعمل ايه يا جماعة؟ نعمل شوية الميجرز اللي احنا عملناها، طلع كل الجرافس كل الديتا، اشتغل عند اي سوبر بوزيشن وعند اي تايم، وهنقعد نطلع داتا كتير جدا جدا. هنحط فين يا جماعه؟ نفيد الداتا دي هو فين يا جماعه؟ هو ماكس مختلفه، وفي الاخر هو بقى يا جماعه يديك ايه احسن اوبريشن بشكل عام. يبقى يديك التورك زي انت لو شغلت مثلا التكييف، ايه اللي حصل يا جماعه؟ راح تاكل تاني في التورك، اللود اللي طلع كله مش العربيات حرب، في لود ده الكمبريسور بتاع التكييف فرجيت على تورك معين جديد خالص. هو عارف لما بيجيب لك سيجنال دي الكمبريسور بتاع التكييف يروح عند نفس البوزيشن، يروح على نقطه ثانيه خالص بيحقق كل مع بعض. اهو بيشرح لك الكلام ده. يقول لك اهو دايما كده معروف ده شكل ماب بشكل بسيط. لو انت شغال عند ده الار بي ام وده السيرفر بوزيشن، طبيعي جدا لو قافل السيرفر بوزيشن وشغال عند لو ار بي ام يبقى انت عايز تقول ايه يا جماعه؟ كوبري صح ولا لا يا جماعه؟ النقطه الاكستريم بتاعتها اهي، ده شغال عند ار بي ام عاليه جدا جاي من ار بي ام وفاتح دايس قوي على السيركل بوزيشن. فده يا جماعه ده الماكسيمم تور، فهو عمال يعمل ايه دلوقتي؟ عمال يقرا ده ويقرا ده ويديك فين؟ ينط يديك احسن تور او احسن وضعيه تشتغل عندها عند السيركل. ده بشكل بسيط بتاعها طبعا. قللت الام ام اير فقللت الام فول فقللت الاباره طبعا
عشان بقى بقى شوية دي كده يا جماعه دي طبعا رينج سبيس عاليه رينج هوا يا اسطى هوا هوا وبالتبعيه بنزين نشوف فلو بردان في دور بس عشان حاجة تانية خالص لا في بقى ادميشنز ولا في ادميشن ولا في اي حاجة خالص بس ده كلام قديم قوي بقى من بص زمان انا عايز اقول لك دور طبعا الكلام ده مش لحظة طيب صح يا جماعه عشان تدي اوتبوت سيجنال التايمنج بتاع سبارك
وكميات ثور دي الواقع اللي انت بتطور عليه دي انت عايز فيها شويه حاجه زي كده. انا بتحكم في ايه بالظبط؟ طبعا انا اهو اهو هو ده دي سبارك هو مظبوط. شغال في اوبريشن مضمون ان كل حاجه عنده تمام.
نشتغل اكثر بالنوع الاول او الثاني، وان شاء الله برضه ايه في الفكره الاول او الثاني؟ اهو استعبار عن الكلام شوف بتاعك او الكلام شوف سواء ده او ده الاثنين زي بعض عشان هو مش شعر هنا ومش شعر هنا بعيد كده. وحاطط عليه زي ديسك. والديسك دي عليها تيث معين، سنون معين. وتيجي تعمل يا جماعه تيجي في حته معينه تعمل ماركر على التيث ده، خلي التيث ده اكبر شويه، اعلى شويه، ده الماركر بتاعك. ده الريفرنس اللي انت هتشتغل عليه. ويعمل يا جماعه وحاطط السنسور بتاعك اللي هو فكره الماجنتيك بيك اب اللي هو واخد الشكل ده كده زي ما انتم شايفين، عباره عن ماجنت مغناطيس يعني. وعامل يا جماعه ده ديسك وفي سنه معينه كده عريضه كده شويه. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ والديسك ده عمال يلف، بيحصل ايه دلوقتي؟ في فولتج طبعا، الماجنت ده عامل ماجنتيك فيلد وده عمال يتحرك حواليه فبيقطع ماجنتيك فيلد فعمال يطلع فولتج. فيطلع فولتج بشكل يا جماعه بشكل معين. طب ياخد ماتش كده. يجي عند الديث الماركر اللي هي العريضه دي شويه يطلع يا جماعه شكل البالس ويتس بتاعها يبقى شكل مختلف شويه. تمام؟ فيبقى عارف دايما طبعا يقدر يقيس الارك ام طبعا هو قايس الفريكونسي بتاع الفولتج اللي طالع قد ايه كل شويه سيء انت عملت تحقق عملت تكرر. وكمان عارف الماركر ده تايمنج بتاعه فين بالظبط. تايمنج يعني سي تايمنج يعني ايه يا جماعه يعني سي. تمام؟ فده الفكره بتاعت الماجنتيك سنسور بسيط قوي اللي انت بتجيبه تدفع فيه ارقام تلاقي شويه سلكه كده وسنسور بسيط قوي كده وتدفع 2000 جنيه 3000 جنيه شويه سنسور كده مش لاقي حاجه خالص فيها. تمام؟ هو ده الفكره بتاعته. ده لو بنتكلم في الماجنتيك بيك اب الماجنت والريزستنت شبيه نفس الفكره بس بدل ما بيقيس فولتج بيقيس ريزستنس بشكل معين. في نوع تاني او ده الماجنتيك الريفرنس اللي احنا قلنا عليه. تمام؟ بيقيس الفولتج ده قد ايه بشكل معين ويجي عند يبقى في الاينمنت الكيس الواسعه دي الاين مع الكويل اللي انت حاطه السنسور اللي انت حاطه عليه ده يبتدي يحدد التايمنج بتاعها قد ايه عشان يطلع الفولتج بشكل معين. تلاقي هنا الفولتج تبقى ماكسيمم وبعد كده هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف وهنا سوري معلش زيرو عند النقطه اللي عندها الريفرنس دي. طب لو بنتكلم في الفكره بتاعت الهوك افكت دي، الهوك افكت دي فكره مشهوره جدا. نفس الفكره حاطط ماجنتيك فيلد وحاطط السنه العريضه اللي احنا بنتكلم عليها دي بتلف حواليها. ده شكل السنسور هتلاقي ده حاطط ماجنت وحاطط هنا الايه؟ الهوك افكت سنسور. تمام؟ ده عباره عن سيمي كونتاكتور ماتيريال. خلاص؟ هو ده الشكل بتاعه، ده السيمي كونتاكتور ماتيريال عارف اصلا. وطالع كارنت بشكل معين بالضبط. ده بيجي يبتدي السن العريضه دي او المكان اللي انت حاطه ده يبتدي يقطع الجزء بتاع السيمي كونتاكتور ماتيريال حاطه هنا في النص بينهم ياثر فين يا جماعه؟ ياثر في شكل الكارنت اللي طالع. فيديله يديله سيجنال برضه عن طريق ان هو عارف البوزيشن بتاع السن دي واقفه فين بالظبط دلوقتي. ممكن يطلع برضه شكل ايه؟ هو عند النقطه دي اللي هيبتدي يتحقق عندها ان الماتيريال دي واقعه في النص او السن دي واقعه في النص اهو ما بين السيمي كونتاكتور ماتيريال ما بين الماجنت بتاعك يبتدي الفولتج او الكارنت او وات ايفر يعني ياخد بس معاك تبقى عارف الريفرنس ده مكانه فين بالظبط. طب لو اوبتيكال اوبتيكال شافت اهو الديسك اهو وعنده فيه هولز وعمال باعت لايت وعنده هنا فوتو الكتريك ديتكتور وعمال يعمل يا جماعه في مناطق اللي فيها مقفوله مش واصل لايت خالص. لما يروح الناحيه الثانيه يعدي الهولز دي يبتدي يا جماعه يبعت اللايت الديتكتور ده يقيس اللايت ده فين البوزيشن بتاعه بالظبط ابتدى يجي فين يبقى عارف البوزيشن ده دي كلها تكنيكس من ناحيه الالكترونكس او ناحيه الكنترول يبقى ليه شكل ان انت تقيس انجل او تقيس بوزيشن سواء كان شاف او سواء كان شاف شكله عامل ازاي. في حد عنده سؤال في الاربع تكنيكس دول بيعيدهم تاني هنا للكرانك شاف او بيعمل نفس الفكره. بص الكرانك شاف بيعمل كده ده السنسور اهو ده الكرانك شاف شاف وجاي عليه الديسك اللي احنا قلنا عليه وحاضر عليه سنسور السنسور اهو. ويجي يعمل يا جماعه ساعات يحط ساعات يشيل ثلاث سنون معينين مثلا
مصنف كل الزوايا من 10 لجري او 36 اي اي شيء 3 وكل واحد 10 شيء 3 لما هي بتاعي عن 33 كيف كده معنا لما هي وده البداية عن الكسر ويجي شكل الفولتج بقى يبتدي يتأثر على حسب المنطقة يا جماعة المنطقة اللي ما فيهاش كيف قد ايه فبقى عارف هتحصل على التايمنج قد ايه التايمنج يعني ايه يعني سي 3 فيقدر يجيب السي 3 بتاعتها قد ايه بالظبط طيب كله طلع بقى انا